اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مثل العاده ممتعه ومثل ما شايفين على الطبيعه. اليوم رح يكون عندي سلطه مكدوس. معقول يا شيف شادي نعمل مكدوس سلطه؟ اوكي. اثنين، كوننا نحن على الطبيعه اليوم عندنا الفحم والحطب كمان جاهزين، شو رح نعمل؟ رح نعمل برانزينو، لودومير، البراء، السمك مع الطرخون مشوي، وبعدين رح ننتقل جزرية مع الفستق الحلبي يا شيف شادي. حلقة بتطوش رح تكون اليوم. يلا نبلش فيها. وصفتنا اليوم سلطة المكدوس. رح نبلش فيها أو بلشت فيها أنا بتقطيع الخيار، رح ننتقل هلأ من بعد الخيار رح نروح على الخسيت الحلوين، أو فينا نروح على اللاتوجا، على الليتس، على الخس، على البرازيليان، الايسبرغ، مثل ما بدكم. بالطريقة هيك صار عندنا لكن نحن خس وعندنا طماطم. طلعوا كيف؟ قصدي خس وخيار. الطماطم جاي هلا، الطماطم طلعوا كيف؟ وهيدا هون الخيار، وعندي الخسيت كمان. رح نروح على الطماطماية، قطعها هيك. هلا في اشخاص بيشيلوا هيك هالنقطة، خلينا نقول السوداء، وفي أشخاص ما بيشيلوها، يعني حتى في أشخاص أنا بعرف إنهم بياكلوها من دون أي مشكلة. رح نقطعها نحن كمان، رح نشيلها، طلعوا كيف؟ هالطريقة. ومنروح منقطع كمان الطماطم، خلينا نقطعهم شوي صغير كبار، طلعوا كيف؟ كأنهم سلطة عادية. هالطريقة الحلوة. ورح نضيف من البصل، رح يكون عندنا من البقدونس بقلبها، وأكيد من الجوز، واكيد من المكدوس، وهودي الطماطم. طيب، اللي بيعمل مكدوس او البتنجان المكبوس بيكون بقلبه في توم، بيكون بقلبه او مكبوسه بالزيت، بيكون كمان بقلبه في الجوز. سو انتبهوا قبل ما تحطوا كتير زيت بقلب السلطه او كتير حامض او كتير توم. اوكي، خلينا ندوق السلطه قبل وبعدين منحط الاشياء الباقيه. هيدي نصيحه حلوه كمان من الشيف شادي. هون نروح كمان على البصل هيك قطعنا. واذا بدكم، في اشخاص بشوفهم بيستعملوا كمان السكين الكبير، هيدا السكين كمان ما بيشكي من شيء. طلعوا، نفس الموضوع كمان، بنقطع فيه البصل مثل ما شايفين. وانا عندي هون يا شيف شادي كمان البصلات هيك كلهم سوا. بنروح على البقدونس. البقدونس رح نحط هيك ورق، طلعوا كيف، يعني تنرجع نعيد من الخس، من الخيار، من البندورة، حطينا من البصل، وهلأ من البقدونسات. رح نروح شوي صغيرة على الجوز كمان. الجوز فينا نعمل هيك، واحد اثنين هوب، طلعوا كيف، واحد اثنين هوب، واحد اثنين هوب، وبنرجع قطعهم طلعوا، أو بنعمل هيك طلعوا، بنكسرهم وبينزلوا الجوزات الحلوين يا شيف شادي بهالطريقه. وراح ناخذ المكدوسات. اول مكدوسه قطعها، طلعوا كمان الحشوه، كمان فيهم كمان هالفلفل الحار بقلبهم، عم نشوف طلع شو حلوين بعقده. راح اترك وحده انا عندي مشان شكها ونزين فيها بعدين، طلعوا كيف بعقده. يلا يا شيف شادي كمان هون، انا هون تكون عملنا السلطة الحلوة. نجي بنقول بنخلط تنشوف المقادير. بندورة منيح، الخسات منيح يا شادي، الخيارات منيح. اوكي، بعتقد التوازن بالألوان موجود. بضل عندي أكيد شغلي هي يا شيف شادي إنه بدنا نشك. اوكي، بدنا نشك هيك، يعني بناخد عنا هالصيخ هيك، منقول دخلنا البتنجاني واحد، دخلنا اياها اثنين، صار عندنا اياها او هيك، طلعوا كيف، مره ثانيه دخلناها من هون بالطريقه هيك الحلوه. وبنجي بناخذ شقفه بندوره وبنحطها براسها، صار عندنا هالصيخ يلي بدنا نشكه بعدين او بدنا نحطه على السلطه بطريقه حلوه ونزين السلطه بالجوز. يلا يا شيف ملح، وهون عندي الفلفل كمان عليهم، وراح ناخذ كمان من
زيت الزيتون بالطريقه، ومنقول عصير الحامض، رح ناخد حامضه بنقطع نعصر. يا سلام. وانا هون هلا بقول يا شيف شادي صرنا مزبوطين. طيب بشو بدنا نقدمهم يا شيف شادي؟ بشو بدنا نقدمهم يا شيف شادي؟ عندي فكره حلوه. فينا ناخذ الباذنجاني، اوكي؟ رح قص الباذنجاني بهالطريقه هيك بالطول، اوكي؟ طلعوا كيف؟ قصينا الباذنجاني بهالطريقه. واحد، خلوكم شوي تنقصها مزبوط يا شيف شادي. وحده، وهيدي اثنين هون. اللي رح يصير هلا رح نعمل الفجوه بقلبها، يعني رح نعمل هيك. طلعوا كيف هيك؟ قصينا ورح نعمل بهالطريقه، ونشيل كمان القلب، القلب كثير هين. طلعوا كيف؟ صار عندنا شو؟ عندنا الفجوه بقلبها، كمان رح نعمل الثانيه. هيك كمان اللي ما شايف رح يشوف هلا، رح نشيل هون هيك، نرجع نعمل هيك. قطع قد ما بدنا فينا كمان نخلي باذنجان ملزق على القشري. بس يا شيف شادي اذا قدمناهم هيك ما رح يطلعوا حلوين والباذنجانات نيين. عندي النار شاعله، فرح يروح الشيف شادي هلا على النار بيشوي الباذنجانات الحلوين اللي حط عليهم الملح والفلفل هيك، وبنرجع منعيد كمان زيت الزيتون، وبنرجع منقدم فيهم سلطة المكدوس. ويلا على النار. النار صارت جاهزة، والعة بتعقد، ظبط الموضوع يا شيف شادي هيك. يا سلام. اوكي. وهيدي الباذنجان رح بلش فيها هيك، واحد، يا سلام. اثنين، والحلو فكرت هلا اجتني الفكرة، شو رأيكم بشوية خبز محمص مثل تبع الفتوش بس محمص مش مقلي؟ معقولة؟ على الطبيعة. جريت فوق مكدوس. الخبزات طلعوا كيفها، خبز عربي عادي. يا ماما خلينا هيدا المنظر، المنظر الحلو هون، المنظر الحلو هون، المنظر الحلو هون. تعقد. منظر الثاني يا شيف شادي بنقلبها، منظر بجنن، بنقلب الثاني كمان منظر بيعقد من ميلة وحدة، لأنه الشيف شادي اوكي لازم يبرمها بالطريقة هيك. يلا. ولا أجمل من هيك إنه الفكرة هيك نكون قاعدين كمان على الموقدة وبالطبيعة. واحد، اثنين، كمان هون ثلاثة. يا ماما الباذنجاني، يا ماما. وهيدي واحد، وهيدي هون اثنين. رح نجيب السلطة. بتعقد. أي أجمل وحدة؟ هيدي أجمل، شايفة هيدي أجمل بكتير من التانية، فينا نحطها بهالطريقة. طلعوا ونروح نقدم السلطة بقلبها، فكرة كمان أبداً مش عاطلة. سلطة المكدوس مع الخبز المحمص والجوز كانت أول وصفة لليوم. تاني وصفة والنار شاعلة مثل ما شفنا، مثل ما وعدتكن، سمك. يلا نحضر البهارات تبع السمك ونبلش نشوي، وعن جد رح تكون حلقة بتعقد. يلا.
وصفتي لليوم على الطبيعة مع الشيف شادي هي البراء. السمك رح نشويه بس من بعد ما نبهره ونحط له كمان البهارات اللي رح نتعرف عليهم بعد شوي. الفحم والحطبيط جاهزين. خلونا نبلش كيف مننظف السمك أو كمان كيف منبرش السمك. طيب أخذنا هون واحدة هيك منبلش فيها بالطريقة صحيح. بالبيت شغلة مختلفة بس أكيد مرات كتيرة بيجي على بالنا أنه ناكل سمك ونحن موجودين بالطبيعة. شغلة بدي أقول لكم عنها بس نروح على الطبيعة مثل ما شايفين كمان الشيف شادي منخلص الشغلة مننظف ورانا وبعدين منروح على البيت. أوكي طلعوا هالطريقة. رح فرجيكم كمان وحدة بس نخلص. طلعوا أول شيء أنا مع السكين رافع الراس وبرجع ببرم بمسك بالدنب براس السكين. طلعوا كيف ها شفتوا بس السكين على كل الاطراف كمان من ورا بهالطريقة هيك عنا رح نعمل شغلة هيك هون ببطنة نعمل هيك منقطع على الاخر يطلعوا يعني فيها على الاخر بالسكين مثل ما شفتوا هيك نجي منقول نفتح بس نفتحها على الاخر بهالطريقة مشان نعرف كمان إذا كان السمك كمان طازة عندنا هاللون الحلو تبع السمك. طلعوا كيف نحط هون منشيل نفتح بإيدينا منطلع كل شيء. طلعوا كيف ها طلعنا كل شيء ومنجي عندنا المي أكيد حدنا مشان ننظف السمكات ويلا طلع كمان كيف وهيدي السمكة صارت جاهزة السمكات جاهزين وبدنا ننتقل على المطبخ وعندي البراءات صاروا جاهزين بدنا نعمل لهم البهارات ونرجع نشويهم. شو هن البهارات يا شيف شادي؟ رح نبلش يا سلام عندي كمان من الطرخون او التيراجون اوكي بالطريقة هيك رح نروح كمان ملعقة وين؟ ملعقة هون واو كاري يا سلام على الكاري كمون بذور الكمون هودي بذور الكمون كمان بعقده ويا شيف شادي على الملحات الفلفل الابيض وكمان عندي الفلفل الحلو نخلطهم مع بعضهم طلعوا هالخلطه الجميله طلعوا كيف هالخلطة طلعوا أوه طلعوا هالخلطة الحلوة هالبهارات تبع السمك وهلأ الشيف شادي شو بيعمل نفضيهم هون هالبهارات بهالطريقة هيك ومنبلش منقول واحد اثنين ثلاثة بناخذ السمكات البهارات الحلوين يا سلام طلعوا كيف عليهم كلهم سوا هالطريقة الجميلة ومنحطهم بالصينية رح اجي زيت الزيتون عليهم بهالطريقة هيك ورح اعمل شغلة معهم بتطوش بتعقد يا شيف شادي طيب شو هي الشغلة يا شيف شادي هلا خلونا نشوف اول شيء قمنا الساعة 8 الصبح فينا نحضر السمكات نغلفهم بهالطريقة ونحطهم إذا بدنا بالبراد، ليش بدنا نغلفهم؟ لأنه بيطلع ريحة البهارات بكل البراد، جينا حطيناهم بهالوقت بنكون حضرنا الأشياء الثانية، بتجي الساعة واحدة وصلوا ضيوف، النار شاعلة، الحطب شاعل، منبلش شو بنعمل؟ منشوي. يلا يا شيف شادي هلا بدنا نروح على الفكرة ومنروح على البطاطا الحلوة. يا سلام. باش قطعها طلعوا كيف؟ رح أشوي البطاطا الحلوة. قطع هيك. بس كيف رح أشويهم؟ هلا منشوف كيف راح اشويهم عندي اكيد فينا نسلقهم قبل يلي بده
ويلي ما بده في بياكل كمان البطاطا مشوية خالصة، يعني بيقطع وبياكل. رح اخذ من السماء، رح حطهم طلعوا، رح اجي نحركهم مع السماءات الحلوين. طلعوا كيف السماء عربش عليهم، طلع عليهم، لزق عليهم، علق عليهم بطريقة حلوة. ويلا زيت الزيتون مثل ما حطينا، واكيد فيكم تستعملوا زيت النباتي، بس انا بهيدي الحالة بحب هيك بيعطيني طعمة اكثر بكثير. وهون عنا الملحات وعندي الفلفل. شو صار عندي؟ البطاطا جاهزين والبراءات جاهزين والنار جاهزة وعالشوي يا ماما بالطبيعة. وصلنا. اوكي، هو ليكو المنظر حلو. هلا انا فيني اقرب لهذا الجريل حطه حدي هونيكي، بس وين؟ بالميات بالبحيره القعده هون بتعقد. كريت ليكو شو حلو، انا ما عم بعمل شيء، بس نعمل هيك وبنجي واحد اثنين ثلاثه. ليكو شو حلوين كمان، بنقول واحد اثنين ثلاثه، خلينا نحطهم بهالطريقه هيك بيطلعوا كمان شكلهم جميل. وهون واحد اثنين ثلاثه، يا سلام. هيدا واحد خلصنا، والبطاطا بنحطهم بهالطريقه الحلوه نشويهم، واكيد بدنا ننطر شوي صغيره قبل ما نقلبهم. يعني على القليله بدكم تنطروا 3-4 دقائق، والنار ما لازم تكون قويه. طلعوا تيك تاك تيك تاك تيك تاك. إذا صارت الساعة كيف منعرف إنه السمكة صارت مستوية؟ هيدا دايما منقول أو منغلبط إنه السمكة يا شيف شادي بعد نية بقلبها مثلا. طيب السمك نحن بس نضفناه، ما شلنا كل كمان هالحسكات، خلينا نقول اوكي الموجودين بالظهر، يعني هودي اذا بدنا نحكي عنهم اللي موجودين هون، اذا هلا شايفينه قدامنا طلعوا شفتوا هودي عندي اياهم كلهم سوا بعدهم. اعلى وحده هيدي العاليه من فوق، لانه هي موجوده محل اسمك شيء بالسمكه، بس تنسحب معنا نفسك هيك انسحبت معنا بتكون السمكه صارت مستويه. شو رأيكم هلا نشوف إذا كانوا السمكات صاروا مستويين أو غير مستويين؟ نعمل التجربة اللي حكي عنا الشيف شادي صار له ساعة، يلا تنشوف. أوكي، رح نقرب أول شيء السمكة لعنا شوي لأنه هونيك في كتير نار. بنعليها شوي صغيرة إذا أردنا بهالطريقة هيك، واو موجودة. وبنيجي نحن طلعوا كيف؟ أوه تعقد. يلا كمان التاني يا شيف شادي، بنروح كمان على التاني. خلينا هون نشيل حد بيوقعت على النار، انتبهوا على الطبيعة. نجي نحن هون طلعوا كيف، أنا رح شيلهم كلهم، شفتوا كيف؟ هوب، وهيدي هي طلعت كلها سوا. كمان رح نجرب كمان التالتي، ومنروح على التالتي نفس الموضوع. شفناها؟ صرنا جاهزين. الصينية وين يا شيف؟ أوكي، والبطاطا أكيد جاهزين. ويلا. طيب كمان في طريقة كتير حلوة لشوي السمك، بس نعمل شي مرة شي وصفة سمك غير البراء. اوكي اكيد مش دايما براء يا شيف شادي، رح نتعلمها كمان سوا. خلونا نقدم هالطبق الحلو. باي باي، يعني رايحين على المطبخ، والمطبخ هون بانتظاري اكيد. وعنا وصلنا يا شيف، طريقة حلوة. طيب قبل ما نقدم السمكة رح فرجيكم كيف نحن بأي طريقة فينا ننظف السمكة ونقدمها، يعني كيف نحن بدنا ننظف السمكة، كيف منشيل الحسكة كلها لبرا ومنقدم السمكة. شو رأيكم؟ يلا رح بلش بالحامض. أول شيء خلينا هيك ناخد حامضة نقطعها، بتعرفوا السمك كتير طيب مع الحامض. شيل طلع شو رح أعمل،
رح اعمل مثل هيك زهره صغيره، يعني ما كثير رح نعجقها نحن كمان. اهم شيء عم نتعلم الطبخات الحلوين طريقه حلوه. طلعوا كيف عقدناها صارت حلوه، رح نحطها هيك طريقه جميله. طيب كمان رح نشيل البطاطا، تطلعوا كمان شو حلوين البطاطا المشويه، رح نحطهم هون بالطريقه هيك كلهم سوا. وبرجع بذكر عملناهم مع الفلفل مع الملح ومع كمان السماء للبطاطا الحلوه، فيكم اكيد تستعملوا البطاطا العاديه. يلا يا شيف شادي بناخذ نحن اي وحده بتكون، هيدي البراءه كثير حلوه انا شايفها بتعقد. نجي لهون طلعوا كده دائما برموها هيك، يعني تكون بالعكس. طلعوا بنبلش فيها، شوفوا شلنا هيدي البارتس. هلا اذا طلع هون في سمك شو عملوا؟ نشيلهم هيك. كمان عندنا الراس، شلنا الراس بنفوت او بنشيل يعني من بعد الراس شوي صغيره نفوت فيها. طلعوا كيف هون كلها 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 وبنقلبها. طلعوا شفتوا كيف قلبنا. نجي نحن على صرصة الظهر، طلعوا كيف بنشيلها. هيدي الصرصة كلها سوا شلناها 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 وبنجي بهالطريقة. صار عندنا هون الحسكات وعندنا هون السمك، طلعوا كيف. رح نستعمل أكيد الراس اللي رح أعمله هو هيك. طلعوا كيف هون حطينا راس السمكة بهالطريقة هيك وبنجي منبلش نقول ناخد الفيليات عليها. هالسمكة كلها صارت جاهزة، فلفل عليها طريقة حلوة، بهارات السمك شايفين طريقة جميلة زبطوها تعقد. كمان عنا لازم دايما هيك بس نشتغل دايما نشوفوا الألوان. عندي أنا الأسود اللي هي الرخامة، عندي البطاطا، عندي الأخضر اللي هي الحامضة، شقفي كمان من الطماطم حلوة. رح أعمل هيك رح أحطهم هون حلوين، فينا نقول حلوين. وعندي من البقدونس لأنه السمك بيحب البقدونس. وأخيرا زيت الزيتون. وهيدي هلا صار عندنا سمكة بلا حسك أو نوعا ما بلا حسك مع البطاطا الحلوة المشوية حامضة وبندوراية بتعقد بتجنن. أكيد السمكات التانيين للشباب الموجودين معنا، رح نحطهم هون هيك. وهيدي هي الوصفة الثانية لليوم، هالسمك المشوي بطريقة بتعقد بتجنن. خمسة وعشرين، 1126، 1127، 1128 حبة صنوبر، أوكي؟ أكيد رح أستعمل منهم بس 10 اليوم بالوصفة الحلوة يلي رح نسميها جزرية مع الفستق الحلبي والجوز والصنوبر، اللوز كمان اللي مش مقشر، كمان عندي الفستق الحلبي، عندي الجوز، سكر ومي وفانيلا وجزر يا شيف شادي، غاز وطبيعة ونار. أكيد ما رح نحتاج للنار هلأ، بس كمان شفنا قبل كيف عملنا السمكات الحلوين وقبل شوينا البتنجانات. خلينا هلأ أو خلونا هلأ نبلش بوصفة الجزرية. ها بالمقلي ولا بالطنجرة؟ لا بالطنجرة يا شادي أحسن. وفينا نعمل القطر وبعدين كمان نضيف عليه السكر، يعني في طريقتين، أو بعمل القطر وبضيف عليه الجزر، أو بحط الجزر وبضيف عليه القطر والمي وبخليهم يغلوا. الطريقتين بيمشي حالهم. خلينا نولع كمان النار، أوكي؟ أوه، ونبلش أنا هون. اللي رح أعمله؟ رح أعمل الطريقة
الأولانية اللي هي أو الأولى اللي هي بالنسبة لألي أزبط هو حط السكر، يا سلام هذا كل السكر هيك كما شايفين. على السكر بتعرفوا أنتو يلي بده يعمل اليوم شيرة أو قطر أو شراب السكر، أوكي؟ بيحط أو منحط مي ورد ومي زهر وسكر ومي وشوية حامض، بس أنا ما رح حط المي ورد ومي زهر لأني عم بعمل الجزرية، بس حطينا السكر بدنا نحط الميات، هيدي الميات هون. وأكيد لكل 2 كوب من السكر بدهن كوب واحد من المي. إذا بدنا شراب السكر أو القطر يطلع معنا بيعقد جميل. وعندي كان الملعقة يا شيف شادي مشان نحرك فيها. حركنا. هلأ بدنا ننطر حوالي، أوكي، يعني بعتقد شي 5 دقايق 7 دقايق حتى يتحول أو حتى يدوب السكر، أوكي، ويصير عنا خلينا نقول قطر. بهالوقت اللي رح نعمله رح نجيب نحنا هالمدقة الثوم أو الجرن مع المدقة، رح نحط شوية لوز، شوية لوز بقشر وبلا قشر، شوية جوز أو عين الجمل، ومنروح على الفستق الحلبي يا شيف وبدنا ندقهم بهالطريقة. أكيد مندقهم ناعم ناعم، ورح تشوفوا إنه بثواني رح يتحولوا إلى بودرة من المكسرات. 1 2 3 وهون كمان صاروا عنا، تفرجوا لايقوا شو حلوين هالبودرة كلهم سوا، صار مشان نحطهم بقلب الوصفة. السكرات يلا يا شيف شادي خلينا نحرك هون. مزبوط معنا السكر ديب مع الميات الحلوين. هلأ مننزل فيهم الجزر، طلعوا كيف هالجزرات المقشرين وأكيد المبروشين، ومنجي نحنا منقلب فيهم. بالأول قبل أكيد ما نحط الحامض ولا نحط الفانيلا ولا نحط أبداً أبداً، نحنا منضل نحرك فيهم بهالطريقة، أوكي، حتى نلاقي إنه عنا الجزر شرب كل كمية القطر المذكورة. وما تنسوا بكل وصفة من وصفات الشيف شادي على الطبيعة خلا نكتب المقادير، يعني منجيب دفتر هيك حلو بنكتب عليه من فوق على الطبيعة الشيف شادي، وصفة تنقول السمك، وصفة الجزر، وصفة الباستا اللي بدكن. بهالوقت أنا رح كمان نشيل هالمكسرات اللي موجودين هيك، وبنجي نجيب شوي صغيرة من اللوز نحطهم عندي بالمقلي. طلعوا كيف صنوبر يا شيف شادي، أوكي، يعني لوز وصنوبر بس تنزين فيهم كمان من فوق. وشو بنعمل؟ بدنا إياهم يكونوا، بدنا نشويهم طريقة التانية يا شيف شادي هون وهيك، يعني سكر، مي، جزر، بعد شوي رح احط عصير الحامض، شوي صغيرة من الفانيلا أو إذا بدكم برش حامض ممكن يا شيف شادي. بعدين رح نضيف كمان المكسرات اللي نحن هلا دقيناهن، وبس ما قلنا غير نقدم ونعزم الضيوف. مزبوط؟ يلا خلينا نشوف كمان إذا صارت جاهزة، أوكي، أو جاهزين هالجزرات. أوكي، منقول المكسرات كلهم رح نحطهم، هودي اللي دقيناهم بأول كمان الوصفة كلهم سوا هيك. وهون الوصفة أكيد صارت جاهزة يا شيف شادي، يعني بدها دقيقة. بهالوقت أنا رح أخذ الجوزات الحلوين حط هون شوي شوي صغيرة من الفستق الحلبي، مع العلم إنه صار عندي أنا السنوبرات واللوزات مشويين بعقده، بس هيك رح أعمل شغلة حلوة. دقيناهم، واو، خلينا هيك، خلينا بس هيك يضلوا شوي صغيرة مفتفتين، أوكي، يعني شي مشوي وشي بعده ني. بدنا نقدمهم بهال كمان الصحن الحلو يا شيف. نحرك، يا سلام، منبلش نقدم. طلعوا كيف الجزرية صارت جاهزة، المكسرات كلها بقلبها، واو
بتجنن. برجع بعيد، ما تنسوا كمان تكتبوا كل الوصفات اللي عم نعملها، وحلوين هالوصفات، سريعين. والحلو اللي فيهم انه التكلفة تبعيتهم مش كتيرة، وهذا الشيء حلو للجميع. يلا يا شيف، هون عندي الجزر مثل كمان ما وعدنا، عندنا السنوبر اوكي، وال وكمان اللوز. طلعوا كيف حلوين بعقدوا عليهم كلهم سوا. وكمان يا شيف الجوز والفستق الحلبي. يا سلام الطريقة هيك. وصفة اليوم من بعد الوصفة الأولى اللي كانت المكدوس، السلطة بتعقد مع البتنجان الشويني. تاني واحدة كانت كمان البراق الحلوة المشوية مع البهارات اللي تعلمناهن وكتبناهن، وآخر واحدة كانت الجزرية مع المكسرات. ولقائي معكن دايماً بحلقات بتجنن ودايماً على الطبيعة. باي.